علي نجاب طيار منع من التحليق ربع قرن من الزمن. من سفوح جبال الأطلس المتوسط خرج علي كنبتة أزير تزين تربة قبائل مغراوة. أنا ابن الأطلس المتوسط، زدت قرب بوبلان وعشت في تلك المنطقة إلى سنة 6 سنوات. أبا كان في عسكري عند الفرنساويين، بعت عمي باش يصيفطوني لعند با باش نبدا القرايه، باش نقرا. بديت نقرا في النواحي ديال تازا، ومن بعد رجعنا لتازا وقريت الابتدائي والثانوي في تازا. من عمق الاطلس تمرد الولد على الطبيعه واصر على ان يصبح طيارا. مني كنت كنحضر الشهاده الابتدائيه ولونتريون سيزيام دخول الثانوي، دخلت امي رحمها الله عندي في البيت وجبرتني كنلصق واحد الصوره ديال واحد بيلوت امريكي واقف حدا الطياره ديالو، كنلصق فواحد من الدفاتر ديالي، وهي ثقبتني من ودني وعرفت واش مني ولا من شعري. قالت لي في عواد ما تراجع الامتحان ديالك انت كتفلا، يلا جمع لي هادشي. حطيت صبعي على داك الطيار، قلت له نهار اللي نكبر غادي نقول الطيار بحالو. قالت لي سيدي الطيار شنو هو الطيار؟ قلت لها غادي نسوق الطيارة، هاد الطيارة هادي غادي نسوقها حتى أنا. دارت لي كيما هاك وقالت لي كتحلم أولدي كتحلم، وهذا كان الحلم. أنا أرسلته للاواعي في لامانشار، بقات كملت دراستي كل شيء. ومني مشيت لأمريكا درت طيران ديال النقل أولا، تخرجت ماجور بروموسيون. منين رجعت قالوا لي أنت نتيجتك مزيانة غادي تمشي دير لاشاس. مشيت لفرنسا درت لاشاس وبعت ليهم تصور، ومن حدا من التصور اللي كان انا جالس انا في الطياره بالكاسك بحال داك الماريكان. ومنين جيت جبرتها رفدت التصويره اللي جات ولصقتها قبل التصويره ديال الامريكي في الفطور، باقي عاقل الفطور في الصباح. قالت لي ولدي ظلمتك، وهكذا كان. وغرغرت عينيها بالدموع حتى انا بكيت، وهذاك هو احسن هدية تهدرت لي في حياتي، هو ديك التصويرة اللي دارت لي ماما قدام التصويرة الأمريكية. من واجبنا أن نسترجع الصحراء سلميا، ولكن ماشي باللسان وبالمفاوضة. كانت نبرات الخطاب الملكي توحي بتحول كبير في حياة الطيار الشاب، وقبل أن يستسلم للنوم طرقت باب غرفته تعليمات تحمل تكليفا بنقل مؤن متطوعي المسيرة الخضراء من مراكش إلى طرفاية. هناك سيستنشق نسائم الصحراء. احنا مشينا لمراكش، داونا من المكناس لمراكش، لان المدرج ديال المكناس كان غادي يتصعب، ومشينا واذا به كنسمعوا جلالة الملك رحمه الله كيخطب الحسن الثاني، كيخطب كيقول المسيره الخضراء. المسيره الخضراء المسيره الخضراء 350,000، ما عندنا حتى شي اخبار على هذه المسيره، ولا عرفنا كيفاش غادي دار ولا اخره. المهم جاو عندي انا وواحد من الاصدقاء ديالي كونس خاليه باش نتكلفوا بالمواد الغذائيه والماء، ومن ضمنهم الماء اختارينا قربه فيها 10 لتر وطلعناها في الهليكوبتر الفوق وطلقناها. واش تفرقع ولا ما تفرقعش؟ قلنا هذه هي اللي غادي نستعملوا باش نعطيو الماء الناس اللي كيكونوا خارج، غادي يدخلوا للصحراء في البلاصه اللي ما فيهاش الماء، غادي نبداو نبعثوا لهم الماء بالهليكوبتر. وهكذا كان. لكن نقول لك باللي المسيره الخضراء كانت مفتاح سحري باش رغمنا على اسبانيا تجلس معنا. ولكن شكون اللي حرر الصحراء؟ شكون اللي حرر الصحراء؟ حرها اولاد المغرب، ابناء المغرب اللي وجهوا اجسادهم للرصاص في الصحراء خلال 16 سنه ديال الحرب. هادو ما خصناش ننساوهم، من فضلكم انتم اعلاميين ديروا من المجهود ديالكم باش كل عام تجي المناسبة ترحموا عليهم وتذكروا عليهم وقولوا لهم، لأن خلاوا وراهم هاد الضحايا ديال الصحراء، خلاوا وراهم أرامل وأيتام ومفقودين. كاين مفقودين وكاين مفقودين إلى آخره. إذا صحيح أن المغاربة كلهم ضحوا بشي حاجة شيء ما، ضحوا من أجل الصحراء، ولكن هذا ضحى بأغلى ما عنده وهي روح حياته. لم يكن يظن وهو يرتب تجهيزات قاعدة جوية عسكرية موروثة عن الاستعمار الفرنسي
أن عقارب أحلامه ستتوقف يوما عن الدوران. ما وردنا والو من إسبانيا من غير مدرج في حالة يتعلها قصير 2000 متر، ماشي كافي للطائرات منين تهز تكون ثقيلة هزة الداخرة والبترول وكل شيء. ما كناش كنوصلوا للسيكوريتي فوق هاد لابيست هادي، ربي حفظنا وصافي. خطرة واحدة مرة واحدة اللي خرجت الطيارة من لابيست. الماتيريال وداك الشيء الماتيريال هذاك قلت لك انا، لان لي زيليكوبتر اللي كانوا في جهة أخرى من الجهة الأخرى ديال القاعدة الجوية ما عندهمش حاجة بالمدرج. قاده الواجب الوطني إلى الصحراء، فتعقب فلول الانفصاليين قبل أن تسقط طائرته ويصبح صيدا ثمينا للبوليساريو. منين خرجنا من العيون وصلنا لبلاصة فين غادي نتي، كان الجو خايب جهة السمارة. كان شي كروشاج تما؟ لا لا لا، كنت أنا داير ريكونيسونس. ريكونيسونس أفي، ما عندناش ديك الساعات ما كناش مضطرين نديرو، لأن لي زوبجيكتيف ديال التصوار كيخصو يكونوا معروفين، كنمشيو قاصدين نصوروه ونجيبوه. أما دابا هذا كنقلبو على البوليزاريو. كنت هابط بزاف، كملنا كان جوج وحدات، وحده فوق الشويشيه وحده جهه سيدي محمد الرقيبي ولا سيدي الرقيبي. واذا به شعلت لي اللمبه الاولى ديال الرياكتور دروا. ضربوك؟ ما حسيتش انا باش ضربوني ولا ما ضربونيش، ما حسيتش. الا ضربو ما كتحش؟ قالوا لي صحابي بلي كتحس بواحد الضربه شويه تك بحال هكذا، ولكن مع الهواء كتكون الطياره كتمشي وتجي ولا شي، ما رديتش البال. شعلت اللمبه، حاولت نطفيها ما بغاتش تطفى، انا مازال كندير. شعلت الثانيه، دونك عرفت بلي ميسيل. حاولت نقترب من الوحدات ديالنا اللي كانوا حدا من كان معاهم واحد ليوتنو، حاولت نقترب منهم، شفت الارض ما جا ورصفت. منين وصلت للارض تمشيت واحد ثلاثه، عندي الساعه ديالي، تمشيت 35 دقيقه في اتجاه ديالها، جرني الباراشوت وتجرحت من هنا على جوج جناب، ولكن ديك الساعه ما كتحس بالجرح ولا بالكنز. مشيت كنجري باش نوصل، واذا به وقفوا عليك القرطاس راني فوق راسي وعلى جنابي. جاو ثلاثه جيبات وداوني الوغ، استقبلوني بالتمر والحليب. داعي لا داعي باش نذكر كيفاش استقبلوني. يعني غبت ما فقت حتى الغد ليه، ومنين فقت داوني اول مره غادي نشوف ايوب الحبيب. فرابوني؟ لا لا، تندوف مازال حدا حوزه. مازال حنا في الصحراء. وباش غادي نعرفوا هو ايوب، كان قال لي الجنرال بناني باللي هو ايوب كانوا جرح في يدو، بقاو له غير جوج صباع هنايا هكذا. منين شتو بيد اليمنية ديالو ولا اليسرية ما عقلتش، عنده جوج صباع فقط، خلاو له جوج صباع. داوه في المانيا خلاو له جوج صباع باش كيضرب بهم. كيضرب بهم ما معلوم. الستاتي عنده ستة، عنده كلاشنيكوف كانون تخي لون. دونك داوني لعندو، قال لي اسمك؟ قلت له سميتي علي نجاب. قال لي والحمد لله اللي قبضناك. قال لي درك نقدو نصدرو بالليل وبالنهار منين قبضناك، لان كنت انا محرم عليهم تقريبا. كان دائما طيارات في السماء بالنهار وضربنا حتى بالليل. دابا نحكي لك الضربه ديال الليل بان ضربه بالليل. قال لي زوجتك تعيش معك في العيون؟ قلت له لا. ونطق واحد قال له علاش بغيتي تعيش مع زوجته في العيون؟ عنده الصحراويات كامله معاه. قال له يختار اللي بغى. انا ديك الساعات ما شعرتش باللي انا اسير، قلت لهم ما حشمتيش قول هذا الكلام. احنا جينا باش نطمع في عيالاتكم، احنا جينا باش نقدكم. ويقول من ما جاوبتوش. نطق الاخر قال له من الجزائر. قال له اسكت يلعبوك. انا نبقى
قلنا من الجزائر يعني ما بغاش يكون يسمع لك الهضره. وانا شفتو قلت له احنا جينا لان في عنقنا دين، خليناكم في سبليون سنين وسنين وسنين. وهذه الخطره جينا لرسالة الرحيم، وماشي غير الارض اللي عاجبنا، ارض امواليها وحيوانها حتى الفاعه. قال لي ان شاء الله ان شاء الله تعضك هذيك الفاعه، تلدعك الفاعه هذاك اللي كان واقف. ماشي الحبيب؟ لا ماشي الحبيب. والحبيب انا ما بغيتش، ما خرجت عيني منه تنشوف. منين قلت له هذه كما جينا من اجل الارض ومواليها غاب داك يغيب. اقسم لك بالله الا في ديك اللحظه هذيك جات لذهني فكره على انه يوما ما غادي يجي. وفعلا رجع للمغرب. رجع للمغرب ولكن حتى كملت الحرب. تلاقيتي معاه في السبيطار. ايوا باش دابا نحكي لك مع السبيطار. راهو جينا جا واحد بغى يضربني قال له هدم صافي. هذيك هي كان الاذن باش ما بقاش يمسني منين باقي في الصحراء. منين بقيت في الصحراء معاهم حتى واحد معاه الا واحد اللي نزلناه في واحد المركز دخلنا عنده وضربني. وصلنا للرابوني بعد ما قلتش 3 ايام ولا 4 ايام ولا ما عرف شحال. داوني مباشره على محمد عبد العزيز، دخلوني عنده جبرتو ناس ماشي ناس جالس داير واحد الرزمه ديال لي بوليكوب. ديك الساعه ماشي رئيس. رئيس من 76 هو رئيس. داير واحد الرزمه ديال البوليكوب وكيدير كيما ما شافش كاع فيها. قال لي اجلس. المنطا خضراء ومكتوبه فيها ANP ارمي ليبرانسون ناسيونال. قال لي اسمك؟ قلت له علي نجاب. قال لي سي نجاب عندنا ملف ثقيل عليك، صحابك اللي تقبطوا من قبل منك قالوا بلي انا انت اللي كنت كتعطيهم اوامر باش. قلت له انا اوامر كتعطى لي من قائد القاعده الجوه هو اللي كيعطيني الاوامر. قال لي غادي تقول بلي انا هو غادي يقول لي بلي بناني اللي يعطيهم وبناني غادي يقول لنا بلي ان الملك هو اللي كيعطيه الاوامر. ما جاوبتوش بقينا جالسين. هو يقول لي ايوا جاي للصحراء بطيارتك بقنابيل ما كنتيش كتفكر بلي انا كنت كتركب جرائم حرب؟ قلت له انت قبيله قلت لي بلي انا ماشي احنا اللي مسؤولين، انت مشكلتك مع النظام وحنا ولاد الشعب. قلت لي انتم ولاد الشعب المغربيين لا علاقه لكم بالحرب الى اخره. قال لي ولكن ماشي الحسن الثاني اللي كي يضرب على الزندان. قال لي واش ندير بك دابا؟ قلت له دير بيا اللي درتي بالربان الطايره اللي تقبتهم قبل مني. قال لي سي نجاب هذا جواب ديال جحا. بعد شهور طويله من الاستنطاق المؤلم المحشو بجرعات التعذيب النفسي، أحيل علي على سجون وأقبية كتب عليها ضع كرامتك في الباب وادخل. هناك تسابق الجلادون على تسجيل مواقفهم بالصياط وبأقبح الكلام. بغيتي تقول بلي بغيتي تعرف بلي اش درنا بهم واش قتلناهم لهم؟ وحنا ما كنقتلوش لي بيلوت، ما كنقتلو حد. إلا ما قتلكمش من دابا راكم عند خواتكم إخوانكم الصحراويين. مازال ما كمل ثلاثة ديال الضباط الجزائريين داخلي، قبطان ودو ليوتنو. باش بداو من الكلام معاه قال له غادي نديوه مباشرة. بوفاريك؟ مازال غادي نقعد نمشي لتندوف. أنا ما عمرني مشيت لبوفاريك فوق الآخرين اللي كانوا قبل مني مشاو لهداك. داوني لتندوف دخلوني لواحد الزنزانة تحت الأرض. واحد 4 أيام كنعس برجلي افيك لي مينوت ويدي افيك لي مينوت. ومني كيجي وقت الاستنطاق كيطلعوني عندهم وكيبداو الاستنطاق.
والصندوق كيبداو بالسبان والكل وبلاك، ومني ما كيعجبهمش الجواب ديالي كيرجعوني للزنزانة وكيصيفطوا لي جوج الناس من التمين هذاك لو كابل الكتريك. تما غادي نعرف بلي انا هذوك اللي كانوا كيجيو كيصيفطوهم لي هما بوليزاريو، لان الكابلي هو كيجيبو معاهم من الرابوني الكابلي باش تعرف. في ضيافة البوليساريو عاش الطيار المغربي أقصى حالات التعذيب، وعاين بأم عينيه كيف يعانق رفاقه في الأسر الموتى كل يوم. ولأنه صيد ثمين للجزائر وصنيعتها، فقد تم ضيافته طقوس العذاب النفسي والجسدي. أول مرة غادي نتلقى بالصحافة منين كملك على السنتاق. كل ما قلت لك كل ما الجواب ديالي ما كيناسبهمش ولا ما كيبغيوش جو باس اتاب، وقالوا لي ها ورقه غادي تمضي عليها على انك كتعترف باللي انا انتوما طيارين ضربتوا المدنيين بقنابل. رفضت، عياو ضربوا حتى عياو، لان ماشي بصح ما كناش نزني على حاجه اللي ماشي بصح. حنا ما عمرنا ضربنا قنابل للمدنيين ابدا. مابقاش كيطلبوا منك في هذا السنتاق، شنو هي المعلومات اللي بغاو؟ هذه القاعده شكون المدير ديالها؟ شنو هما الاسئله اللي كيعطيوك؟ شي كتعرفوا شي ما كتعرفوا، شكون كيحكم في البلاصه الفلانيه، شكون كيدير، وشحال عندكم من طيار طيارات؟ عارفين شحال عندنا طيارات؟ عارفين اللي ما عارفينش كانوا 10 ديال الطيارات عندنا ولا 12 في العيون. كيشوفوهم لي زيسبانيول كيقبطوهم دوك لي طيارات ديال الكوميرس اللي كيجيو تاع العيون كيدوزو قدام الطيارات كيخبروهم الى اخره. اللي ما عرفوش وهو شحال من خرجه غادي يدير في النهار بديك 12 طياره، لان ينجم يكون عندك 12 طياره الا طيرتيهم اربع المرات في النهار صافي 40، كانك عندك 40 طياره. هذا ما كانش في عملهم وما بغيتش ما عطيتولهمش ابدا. وكاين حاجه اخرى اللي هي مهمه، الطقس اللي كيكون في العيون اذا كان الطقس دائما مزيان غادي نطيرو ونمشي، واذا كان فناج ايامات اللي فاش كيكون الطقس غير ذلك ما نجموش نطيرو، لان الطيارات ديالنا ما كانوش مجهزين، وحتى الارض ما كانتش مجهزه باش نطيرو في ظروف ديال مناخ صعيبه. المهم هادو ما داهمش يوم يدوروا مع الوتد، كان كنجبركم ما يسمى بالفرنسيه سيبترفيوج باش جاء ايوب هو بنفسه جا عند الجزائريين في تندوف، هو اللي داني رجعني للرابوني. يعني سجنتي في الرابوني؟ ايه هذيك الساعة جاي للرابوني فين كان العسكر الأسرة كاملين. في الفترة اللي كنتي كانوا كيزوروا كبار المسؤولين في العالم كانوا كيجيو تما. جاهم السيناتور ستيفن سولار، هو اللي كان السيناتور ديال افريك دي نور لا ريجيون مينوريو. جا معاه جورناليست ديال يو بي اي يونايتد بريس انترناشونال، ومعهم كولونيل جزائري اون سيفيل. انا هذا الكولونيل باش عرفت الكولونيل لان كنت شفته في تندوف خلال التحقيق اللي كانوا معايا كيدخل ويخرج. قالنا الكولونيل الضباط سعادات الضباط قولوا للسيناتور بلي ان الجيش الملكي ما متفقش مع الحسن الثاني على قضيه الصحراء حرب الصحراء وتلزم القصر، غادي ينوض ضده الجيش، ينوض ضد الملك. ناد السيناتور قال الجورناليست ديالو اش قال؟ ودي دي ساي. قال له اسمو قال اسمو قال. وحنا كنا اربعه ديال الضباط، ثلاثه اخرين كابيتان انا كابيتان ودي ليوتنا. عيني مشات وصلت حتى انا عندي وشاف الكومبينيزون دفول ديال الطيران جبدني وداني بعيد. جا داك الكولونيل ماشي معايا قال له نو ما تجيش معايا. قلت انا
منين وصلت قال لي لا أؤمن بحرف واحد مما قاله هذا ولد. أنا مني قال هذه الكلمة هذه بحال نزلت عليا رحمة، كنت أنا هذا صافي دونك إلي دون إلي دون كوتي. قال لي ولكن عندي سؤال نقيب، قلت له وي. قال لي لماذا هذا العدد ديال الأسرة؟ قلت له لأن مني كتعطيونا أنتم حلفاء المغرب كتبيعونا أو كتعطيونا سلاح مداه 400 متر، البوليزاريو يدعم من طرف الجزائر وليبيا والكتلة الشيوعية كاملة مجتمعة بسلاح مداه ضعفين 800 متر، كأنك كتدبز مع بوكسور عنده دراعه طوال على جوج مرات على ديالك، هو غادي يوصل وجهك وانت عمرك ما توصل. قال لي ولكن عندهم الطائرات. قلت له ولكن عندهم لي ميسيل. عديتهم له قلت له 5 6 7 8 9 هادو. قال لي عندي هذاك. قلت له عندي ماشين. وقال لي اي سي يعني فهمت. قال لي عندك شي رساله لعائلتك؟ قلت له لا ماشي لعائلتي. قال لي من؟ قلت له لك وللسينا امريكا وللغوفرمون امريكا. قال يقول قلت له المغرب كان دائما لاصق مع الغرب، كلما احتجت المغرب اجاب نعم وحارب معكم في الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه. اعترف بكم انتم اول دوله. قلت له ما بغيتش، انا قلت له ما بغيتش نجيب ذاك الاعتراف كم لايت موتيف. قلت له خليها لك شي، انا كنقول لكم غير اللي درنا من بعد. قلت له الملك ديالنا انا ذاك دار الواجب عليه، وما دابا انا نهضر لك على الحرب العالميه الاولى والثانيه والفيتنام. ولادنا طاحوا في فلاندوشين، ماتوا في فلاندوشين قبل ولادكم الجهاز في الفيتنام. قال لي ايوه. قلت له اول مره حنا حاجتكم باش تساعدونا وتوقفوا معنا في الاسترجاع صحرائنا ونكملوا وحده الترابيه ديال بلادنا. كترددوا. قال لي كيفاش كنترددوا؟ قلت له هي كترددوا ترددوا دليل على ان البوليزاريو عنده جميع الاسلحه، احنا ما عندناش. جا قرب وضرب لي على كتفي قال لي دونت وري لا تقلق. وزاد كلمه اخرى قال لي الامريك نابوندونغا جامي المغرب، الولايات المتحده سوف لا تخلى عن المغرب. الو ومشى عندهم قال لهم راه سولتو على الحاله ديالو كداش ديال هذا. قال لي انا غادي نهضر معاهم باش ما يهضرش معاك، ولكن مع ذلك هضروا معاك. هضروا معاك. هنا وقفت شي 4 سوايع في الشمس رجلي حفيانين. شنو قال لك؟ قلت له باقول لك. من بعد سنه من بعد جاء السفير ديالهم، السفير ديال الولايات المتحده في الامم المتحده أندرو يونغ، حتى هو جاب زيارة عند بوليزاريو، شافني بالكومبينيزون جرني. الكومبينيزون اللي ديما لابسه؟ بها كيقول لك لبس الكومبينيزون ديالك باش نمشي. عندي ما عندي باش نلبس، اش عندي نلبس؟ ما عطوني ما نلبس. الكومبينيزون كان الناس بها ندور بها وندور. المهم قال لي أنا ما غاديش نسولك لأن ستيفن سولار هضر لي عليك. الأول قال لي غادي نسولك إلا سؤال واحد، من وراء هذا المشكل؟ من هو اللي وراء هذا المشكل؟ قلت له سعادة السفير فاجأتني بهذا السؤال، لأن أنت كنت في سفير ديال الولايات المتحدة في الأمم المتحدة كتعرف شكون هو؟ قال لي أوكي أنا عارف. قلت له شكون؟ قال لي الجزائر. قال لي والسؤال الثاني؟ غادي نكتفي بهذا السؤال الثاني ونكملو. واش كتظن بلي ان استقلال الصحراء الغربيه ستضر بالمغرب؟ قلت له غادي نجاوبك بمقال ديال جلاله الملك الحسن الثاني، قال اذا لم يسترجع المغرب الصحراء فلست مطمئنا كدوله وكامه، نقطه. انتهى كلام جلاله الملك. وترجمت له، عيط للجورنال ديالو للجورناليست ديالو قال له خذ
العنوان ديال الدار ديالو والزوجه ديالو، غادي نكتب ليها رساله نقول لها بلي راني شفته. وهكذا كان، كتب ليها وصفت ليها رساله. اول مره غتعرفك بانك حي ترزق؟ لا لا لا، كنا كنديروا ملي كيجي واحد الجورناليست كيسولك في البدايه كنزرع له رقم التليفون في الهضره وهو كيفهم. كيفهم؟ الوغ هذا ايران. ايران داونا عند المركز ديال فين كيستقبلوا الصحافه، واذا به كنشوف جروب ديال الناس جايين، وقال لنا هذا هو السفير ديال ايران، وزير الخارجيه، وزير الخارجيه علي اكبر ولايتي فعل الخميني. فعل الخميني جابوه حتى وقف قدامي، قالوا له هذا تدرب في ايران في ايام الشاه عندكم. قال لي صحيح؟ قلت له صحيح. قال لي وا طلب من معايا، ادعي معايا يموت الحسن الثاني وتطيح الملكيه في المغرب وتنشر الجمهوريه بحال ديال ايران في المغرب، قول معايا امين. سخن راسي مع اشعرش انا بكرشكم جلي تريتي دو تو لي نو. وعندك في هذا الكتاب هذا شهاده ديال ايطار ديال البوليزاريو اللي كان مرافقه رجع للمغرب، نور الدين بلاي. بلاي الكلام ديالو ديالي قد يختلفان في 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 الشكل، ولكن في المضمون بحال بحال. ما عجبوش الحال؟ ما عجبوش الحال. ناض نطلق واحد من الايرانيين اللي كانوا معاه، قال لي السفير النقيب السفير خوك في الاسلام. اذا قلت له احبس، ما انت خويا في الاسلام ولا خويا في خويا في الاسلام، وإلا كان الإسلام ديال الخميني ديالكم هو الإسلام أنا خارج منه. خرجت. هذيك هي النقطة اللي كانت دو ترو. يلا الغاس خو إبراهيم غالي كان هو اللي مكلف بالأسرة. علي ولد سيدنا مصطفى. قال له النائب ديالو ولد طنطان بواه في فرصة أوكسيليير عنه. قال له علي عليك رجع لي وجهي دامات كامل وخبطني حتى جات الغيره لواحد ليوتنون جوهر علي جوهر من صفرو، جاتو الغيره عليا عاود مشاو ضربوه. منين رجعنا للمكتب المركز داروا لنا كل واحد في السيلون 14 يوم ديال التعذيب، كان باتوا ليل نهار مكتفين يدينا اللور، كتشوف بعدا باش كتشوف يدينا مكتفين اللور مع رجلينا وكيجمعوا بحال كيكتفوا بحال اللي كتف الجمل 14 يوم حتى تنفخوا يدينا. عمر حضرامي كان ديك الساعه هو اللي مكلف بالامن، صافط النائب ديالو شاف حالتنا كيماك، خرجنا من تما ودارنا في زنزانه ديال 11 شهر في زنزانه اخرى. خرجت من تماك جا مول الاذاعه، عيط لمول الاذاعه قال لي نعطيك موضوع غتكتبو وتقولو في الاذاعه. الاذاعه ديال البوليزاري؟ ايه. قال لي الموضوع هو هذا، معاملة الحسن الثاني الملك الحسن الثاني وأحزابه للشعب المغربي. نزلت أنا الورقة لحت له على وجهه، وهذا من لحت الورقة على وجهه هو أنا في العيون الشريف. عيط لقائد الحراسة قال له القائد المركز قال له ما بغاش يهضرها كيف كيف، قال لي تهضر ولا نكتب العقوبة. قلت له اكتبها. العقوبة كانت أنا نهزو واحد البريكة قد داقتاش شميز ديال النيلون ورجلين حفيانين في شهر غشت، نهزوها من واحد البلاصة نديوها لبلاصة أخرى 200 متر ونرجعو كنجريو والكابلي ورانا. أنا وواحد آخر ليوتنا علي عثمان تا هو رفض باش يهضر. أعمال شاقة. أعمال شاقة. 48 ساعة رجلينا ما قدرناش نوقف عليه، ما قدرتش انا نوقف على رجلي. خبطوني حتى خبطوني ودخلوني للسيلون شادين ما نخرج ما ندخل شهر. هذا هو وحده من المسائل اللي وماشي غير انا، الناس اخرين دخلوا في مشاكل اخرى بحال هذا النوع هذا. واخا سي علي حباش شفتيه؟ جورج حباش وقف في 79 قدامي بقى كيشتم في الملكيه وفي المليك، ولذلك نطقت انا قلت له هذا هو اللي كان سواه عندكم. جلالة الملك الحسن الثاني كيعطيكم مليار سنتيم كل سنة، وأنت دابا كتسبو.
قال لك حنا ماشي هنا، حنا ملي كنفرقوا بين النظام والشعب المغربي. قلت له حنا ما كانش فرق بيننا وبين الشعب المغربي والملك والمغرب، وحده وحده. المغرب الملك والشعب ديالو والمغرب بحال اصابع ديال وحده، الا مسيتي واحد غادي يوجع الاخر. مرت الايام ثقيله عليه في سجون البوليساريو في ظروف قاسيه لا انسانيه، الطعام شبه منعدم، التواصل مع العالم الخارجي ممنوع، والشمس والهواء اصبحا من المنسيات. انا واحد الليله جاو داني مع العشرة الليل، داوني لواحد المدرسه ديك الساعه ما عرفش انا فين غادي، وصلوني لذاك الاخر دخلوني جبر هذا البطل، هذا سيد احمد البطل هذا تورسيونير، جبرت جالس معاه ولد الجماني سوا ديزون مينيستر دو سونتي دو الصحه، لا لا في البيرو ديالو، بيرو هاي عنده بيرو، تقول انت راي الشركه بقيت واقف، قال لي افتح ديك الريحه، الريحه هو السرجم، فتح السرجم واذا به كنشوف الدراري صغار كيجريو في الساحه بين 8 سنين 10 12 عام. قال لي انت والملك ديالك، ماشي ديالك، الملك ديالكم، كتعتقدوا بلي انا هاد الاولاد ولادكم؟ ما جاوبتوش، قال لي هاد ولد الجماني النقيب، قل له اللي في راسك وعليك الامام ما يتركوا له. قلت له نعم، كنعتقدهم ولادنا وتخطفوا من بلاصه الفلانيه وبلاصه الفلانيه وبلاصه الفلانيه. قال لي ياك؟ قلت له ايه. قال لي هو غادي ترجع للمركز وشوف مع صحابك، غادي تجيو خمسه بكم، غادي تقرروا ولادكم. احنا ما نطلبوا منكم تقرروا مسائل عسكريه غير اللغه فقط، ودير محاربه الاميه كاع ماشي. وليتي استاذ؟ اه مشيت رجعت وانا مشيت عند واحد الليوتنون يقول هو الحور في تارودان سوسي، هو كان كيعرفهم منين كانوا في الجامعه، الوالي وصحابه وداك كان كيعرفهم، كانوا في الرباط. اه وكان عايش معاهم في 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 في, في الداخلي في 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 مراكش، في المعهد الاسلامي ديال مراكش، كيعرفهم مزيان. قال لك هذه هي المناسبه، داكشي اللي كيعلموا لهم بالليل في التوعيه وفي البروباغندا، حنا غادي نغسلوا لهم. قلت له كيفاش غادير؟ غادي تبقى تقول لهم على المغرب؟ قال لي لا لا لا، حنا غير نقريهم مزيان وغادي سافا دوني دي فري. وهكذا كان، وهذا كان. انا طرات لي اربعه ديال الاحداث في هذه المده ديال ثلاث سنين اللي جلست معاك. كنا كنقري ست شهور خمس شهور اربع شهور في السنه فقط. الحدث الاولى غادي فهمني، جاب لي سالم ولد النص، كان هذاك مغربي في الاصل في قلبه، هو اللي مكلف بالثقافه. جا قال لي السي نجاب، ما قالش السي نجاب، قال لي النقيب عندنا واحد تسعه ديال البنات صفتهم من ليبيا ما بقاوش يتبعوا، ما ينجمش يتبعوا، ديرهم معك في القسم مع الدراري الصغار، ولا جبرتي شي وقيت تعطيهم شي حروف ولا كذا. وإذا واحد النهار كنسمع وحده فيهم كتعود، دارت كيما هكا، وانا جبر واحد العساس هز واحد العصا باغي يبدا فيها، قال لها نتباطحي نتباطحي في الارض وباغي يبدا فيها. مشيت انا قبل داك العصا هرستها له على جوج، هرست لي موسور على جوج على جوج، هي اربعه رميت لهم السجن قبضته وخرجته من الباب. الولاد تخلعوا قالوا كيفاش؟ مشى كيجري عند المدير، ما جبروش، جبر النائب ديالو ولد بوكاك، قال له اسمو داليات من جا عندي، قال لي شنو دار؟ قلت له كيفاش دار؟ قال لي انا غادي نمشي ندير التقرير البطل وانت وزهرك. يومين من بعد رجع عندي قال لي قالك المدير البطل ديك الساعه باقي كيشوف ولا عمى؟ لا لا مازال كيشوف. قال لي قالك المدير من اليوم في الصعيده ما كاين دخل عندك حتى شي واحد القسم، ولا دخل عندك خرجوه كما خرجتي الاخر. الو هذه دارت صدى كبير في وسط المخيمات. الطيار استاذ ديالنا دافع على فلانه وما خلاهاش يضربوها، وها اسمو دار العصا للحارس، وها اسمو دار ها اسمو دار، وقال له البطل وكل. المهم الحدث الثاني جا عندنا المدير، تبدل المدير، جا عندنا المدير الثاني واحد الشيوعي محط. قلنا نجاب اش كتقولوا لولادنا في الاقسام؟ قلت له شنو نقول لهم؟ كنعلموهم اللغات.
قال لي لا البارح سقسيتهم قلت لهم شكون اللي تختاروا؟ لأن كانوا الكوبيين كيعلموهم الصبريات. قال لي شكون؟ قلت لهم شكون اللي تختاروا؟ واش تختاروا دوك الكوبيين ولا دوك المغاربة؟ ما قالش المغاربة، قال الشلوحة. الشلوحة. قالوا لي نختاروا المغاربة. قلت لهم علاه؟ ثم قتلوا لكم بواتكم وماتكم وذاك الطيار وداروا دار دار دار. قال لك نطق واحد وقال له النهار اللي غادي تكمل الحرب دوك المغاربة غادي يعودوا خوتنا، مي دوك الكوبيين ما عمرهم يكونوا خوتنا، هذوك كفار وهذوك مسلمين غادي يكونوا خوت. قال لي كيفاش تاهم؟ قلت له انا ما عارف. لا خذ ليه مشيت للمدرسة نعيط لوحدة سميتها كجمولة، ماشي هذه كجمولة، ماشي هذه بنت أخرى، بنت أخرى بنت أخرى. قلت لها فلان، قلت لها كجمولة جا عندكم محمد مبارك وقال لكم؟ قالت لك ياه قالنا وقالنا. قلت له شكون اللي جاوبوا؟ قالت لي واحد من دوك الأقسام التليين فوق. قلت له منين تجي الاستراحة جيبوا. مشات جابته. قلت له قلت له علاش قلت له هذا الكلام؟ قال لي هو شيوعي أو في عمره 12 عام وعارف بلي هذا شيوعي؟ شيوعي؟ قلت له هو شنو شيوعي؟ قال لي هذاك عدو الإسلام. دابا قلت له منين؟ قال لي أنا جابوني من بويرات مع أمي، خطفوني من بويرات. حنا جابونا 111 لواحد. وبال هي بقى اختي وبال هي. انا قلت لي جمعت لي دفاتير واقلام وكل شيء وعطيتهم له. داز واحد الوقت هو يجي، مشاو العطله وجا حتى للسجن جاب لي ميكا. قالت لي هذه صيفطت لك امي. شنو فيها؟ صابونيه فرش ان بروس ادو ان تيوب دونتيفريس. الاخر اللي غادي يطرى هو ايه جا واحد الليله بالبطل، هذا البطل جا عندي وفتح الكننش وجبر دوك اللي البطل كيولي مفتيش. اي ديك الساعات كيجي هو مول الامن كيدور 83. جبر باللي انا كلهم لونوا المستطيل بالاحمر والنجمه مولات خمسه ديال الهيه محطوطه في القنتليه لونوها بالخضر ولونوا الاخرين بالالوان الاخرين. قال لي بقى لك غير تقول لهم يهزوا النجمه ويديروها في وسط المستطيل الاعلام المغربي. قلت له انا ما عنديش طباشير الالوان، وهذاك هو اللي نجاني لان ما عنديش طباشير الالوان، دونك ماشي انا اللي قلت لهم لونوا. واخر حدث هو جاء ابراهيم كردلاس مدير الثقافه، جاء حتى القسم مع الثمانيه، قال لي ما تدخلش، دخل عليهم هما على التلامد. قال لهم منين كلما دخل عليكم استاذكم قولوا بصوت واحد مرتفع البولزاريو سينتصر. خرج قال لي دخل عليهم ولا واحد قال كلمة، ولا واحد قال كلمة. هزهم من ثم داهم في الكاميو وداهم 15 كيلومتر المدرسة، زولهم الصندلات وقال لهم رجعوا لأجلكم ما محفياني. وهي ذيك آخر سنة ولا آخر شهر كاع فاش غادي نبقى رجعوني. رجعني على 2003. 2003 ايه بدا ثلاثة. واحد النهار واحد كيدق في الباب. قلت له شكون؟ قال لي واحد بغى يشوفك. منين مشيت نشوف فيه؟ اختار نافع، واحد من التلامذة اللي كان ذاك النهار حاضر. رجع هنا ولد الجماني، لو بوتي فيس ديال الجماني. رجعنا دخل انا جبت الماء تعرف نديروا اتاي صحراوي زول لي البراد من يدي. قال لي انا هو اللي نتيلك ماشي انت اللي تيل. هو اللي كسب ذاك الشهاده اللي قلت لك. الشهاده اللي قراها مزيان باسكو فيها ما قلت له علاش؟ قلت له علاش ما بغيتيش تقولوا؟ قال لي هو جزائري من تندوف بواه، امه صحراويه من عندنا من سماره. قال لك هو ما يعنيه، هو جزائري ما يعنيه الامر، وحنا ما بغيناش نجرحوك. قلت له واخا. قال لي غادي نتعاقبوا بيك ولا بلا بيك. وسط حياة الأسر يتحول الأسرى إلى كائنات في قفص يستمتع برؤيتهم الزوار من منظمات إنسانية وشخصيات سياسية، تتفاعل مع المسجونين، تسمع حكاية المعتقلين، فتعيد ترتيب النوايا أو تمارس هواية الاستفزاز حسب المزاج. جات مدام ميتيرون، مدام ميتيرون مرت الرئيس ميريتون، رئيسة جمعية هي جامعة فرانس ليبرتي، فرانس ليبرتي فونداسيون فرانس ليبرتي.
جات للداخلة اون فيزيت عندهم تماك ما عرفاش جابت لهم الداخلة داخلة مركز سموه على الداخلة علاش عندهم الداخلة تاعهم لان هذوك الداخلة هو مولد الترس الغربية كانوا ساكنين حدا العيون حدا الربوني وقع اصطدام بينهم وبين الجنود الجزائريين لان ملي كانوا هما في 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 الصحراء كانوا هما كيجيو عند عيالاتهم منين جاو على غفله جبرهم تما وقعد ضربوا البارود رحلوهم من تما داهم 178 كيلومتر على تندوف جات زارت هذيك جابت لهم دي الشامو شات لهم الجمال من مالي هي كتسرى وشافت جوج الناس كيخدموا كيحفروا به مشات عندهم قالت لهم اسكو واش البوليزاري كيخلصكم على هذا الشيء اللي كديرهم قالت لهم لا احنا محاس مدام وما مطلينش فينا وكذا 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 وهذوك الجمال اللي جبتيهم اللي جبتي لهم غدبحوهم لا قال لهم غير غتمشي غادي يرجعوهم يبيعوهم منين وصلت لي هي لتندوف قالت لهم رجعوني للبلاصه ديالها فين كنت منين جات قلت لهم وين الجمال قال بقى كيدير قلت لهم غير عطيني الاتجاه فين مشاو قال له هكا سيتي لا ديكسيون ديال ما هضرتش معاهم مشات صفتت بعثة ديال التحقيق فيها جوج عيالات حقت على معاملة معهم ديك التونسية معهم عفيفة كرموس من أصل تونسي هي فرنساوية سولتني أنا جلست معايا 55 دقيقة مع عفيفة كرموس في الأول ما بغيتش قلت لها انتم عاونتوا البوليزاريو من نهار اللي بدا من 76 حتى لدابا وبدات تبكي قالت لي هذا الخطر سي الكابيتان نجاب هذا الخطر سي سيريو فو فيغ ان رابور وداك بون قلت لها ما تسجليش خذي المعلومات اللي غادي نقول لك وداك صمت سولوا 700 اسير في 15 يوم سولوا 700 اسير ومنين رجعوا خذوا التفاصيل ديال داكشي كامل منين رجعوا داروا تقرير راه موجود تقرير الا ما عندكش نحاول ندبرك عليه اكابلون البوليزاريو الجزائري متهم بكل انتهاك بنود ديال القانون الدولي فيما يخص الاسرى 54 بند اللي خرقوا حتى الصليب الاحمر الصليب تاعو الصليب الاحمر كان كيجي ولكن الصليب الاحمر كياخذ وكيخلي عنده كيدير شي رابور غير دارت واحد ما سوشو فلورنس سوشو هي اللي كانت جات عندنا هنا المغرب استقبلتها جوجتي مزيان منين رجعت استطعت باش تقنع الامم المتحده على ان اطلاق سراح الاسرى يفصلهم على اتفاقيه توقف اطلاق النار لأنه ما كانوا داروا في توقيف إطلاق النار البند الثالث هو إطلاق سراح الأسرى يعني منين تبدا العملية ديال الاستفتاء عاد يطلقوا الأسرى هي قالت لهم لا البند 118 كيقول أن إطلاق سراح الأسرى وتبادل الأسرى فورا توقف إطلاق النار بعد سنوات من الأسر نسي نجاب مفهوم الزمن وحين أفرج عنه بوساطة الصليب الأحمر الدولي اخترقت وصية من سجين مغربي جسده كرصاصة طائشة فسكنت وجدانه مني جيت خارج من المركز انطق واحد الجندي من هذوك اللي خليته ورايا قال لي يا كابتن عندك 8 سنة ودارت بيا الأرض ومنين جيت ركبت في الطوموبيل في الطيارة ما قلت الطوموبيل ركبت في الطيارة وأنا دايخ جا عندي الممثل ديال الصليب الأحمر قال لي يا مالك انت غادي لبلادك وحزين ما. قلت له اسمه قال لي جندي اسمه قال لي جندي قال لي واش غادي دير قلت له مني غادي نمشي نرتاح شي شويه غادي نجي عندكم جنيف وغادي نطلب نشوف مدير الصليب الاحمر وندير محاضرات وندير غير باش وهكذا كان مشيت انا وزوجتي انو بروبر فري مشيت شفت النائب ديال المدير ولكن المدير كنت كتبت له وجاوبني عاود مهم درت محاضرات ودرت كونفرنس دو بريس مع واحد انجليزي لورد كان هو جا عاود في نطاق الدفاع عن اسرى المغاربه
وكان حدايا واحد صحراوي ردت لهش البال، هو كيعرفني لهي وانا ما كنعرفوش. هز يدو قال له بغيت نهضر 15 دقيقه، هو يقول لي انجليزي اش بغا. قلت له ها كيف كيف، وانا ندور فيه قلت له كوفي عنا نجاو البارح حنا، عطاه 12 دقيقه انت بغي خمسه. سؤال واحد قال لك انجليزي وبعد سؤال واحد قال لي انا قيب انا ما كنهضرش معاك كنهضر مع الكاوري. قلت له انا وياه راه عاطين الكونفرنس دو بريس ديالنا بجوج، ما نخليش يسمع، واخا يسمح لك هو انا ما نسمح لك. سؤال واحد ناض نتقتل المراه اللي هي قالت لي اسكو بوزات، هل انت مستعد للعفو عن جلاديك؟ خممت واحد جوج ثواني وقلت لها اذا كانت فيه مصلحه العليا لوطني انسمح لهم انسمح لهم. ودرت قلت له هذا الى بغى دابا يرجع للمغرب انا غادي نعطيه البيي ديالي ديال الطياره يمشي، ويقول لي النقيب راه ما غادي نرجع للمغرب حتى يكون استفتاء. قلت له اذا ما عمرك ترجع للمغرب؟ قال لي علاش؟ قلت له لان ما عمره يكون استفتاء. سافا با. قلت له لاجل هؤلاء ولكن الذين ماتوا فداء للوطن قرر الطيار كتابة سيرة الاعتقال انطلاقا من واجب الذاكرة وواجب المواطنة. في غيابك العائلة كانت وراها، ومنهم لازم نذكروا السي أحمد البياز كان مدير مطارات المغرب. صديق ديالك؟ انا ماشي صديق ديالك؟ اه تري بيان. هو سليفي، انا وياه مجوجين خواتات. سابقا كان في كان مدير سابق. اي مدير سابق دابا راه كيالف واحد الكتاب. اييه عندي ما نسالك. المهم المهم داب مراتي عنده المطار وديتاشي عنده باش ما شي خفف عليها من مشاكل درنا. ومنين جيت جبرتها قررت بنتي تبارك الله. واخا اخر سؤال كان يمكن بغيت تحط عليا سؤالك كيفاش وجدت المجتمع المغربي ياك؟ لا بغيت نسولك انا علاش كلهم الاسماء انت عالي كتبدا بالعين، الزوجه ديالك عتيقه بالعين، والابنه ديالك علا بالعين، شات شي جهه هكاك ولا؟ صدفه 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 ولا ربي ما عارف. وبها كتبت كتاب سميتو العيون الثلاثة تدمع. آه. معاناة زوجة أسير. زوجتي كتبت عتيق. آه. زوجتي كتبت كتاب سميتو معاناة زوجة أسير العيون الثلاثة تدمع. علا راه كلشي كيتغنى بها كيقول لي العلا ساعية، راه عندنا في الناشد الوطني. المهم أنا ما متبغ غير شي آخر كلمة منك أش تقدر تقول؟ آه. أنا اللي كنوجه للمغاربة عامة أن عندنا واجب ذاكرة، نذكروا كل هؤلاء الذين ضحوا بحياتهم أو بأختهم أو بأسرهم من أجل الوطن، يفكروا فيهم لأن هاد نقولها بالفرنساوي احسن. احسن. Nous avons une dette envers tous ceux qui ont donné. دين دين دين. عليك. Nous avons une dette envers tous ceux qui ont donné quelque chose à ce pays-là. Quel que soit son métier, quel que soit. وبالخصوص الناس اللي عطاوا رواحهم او وقتهم بحال الشهداء والاسرى وغير ذلك. وهذا الدين ضروري نكرروه كل مره لان سي لا كونديسيون سين كوا نون بور بيرينيزي سو ديفوار دو ميموار اي دو ريكونيسونس il faut le répéter plusieurs fois كونديسيون سين كوا نون بور فورجي شي لو بوبل ماروكان لي سيتويان ماروكان اي بلو بارتيكولارمون لي جون le sens de la citoyenneté, le courage, le dévouement et l'abnégation. Le
اسم السلاح ديالو.